دولة غاز وبترول، دولة شعبها فقير، دولة حلم شعبها وشبابها من أيام التحرير. مسؤولوها لا مستوى، فترى الغفير وزير. لم يبق لديهم أنفة وعزة، فهم أقرب لسلوك الخنزير. خطبهم الصماء وليست العصماء، فهي للوقت تبدير. يتكلمون عن التنمية وهم يجهلون التطوير. سمعناهم يلقون خطاباتهم عن الاقتصاد وما معنى التصدير. دولة غنية وشعبها فقير، دولة غنية وشعبها فقير. أحزاب سياسوية دنيوية دنيئة تنادي إلى التغيير. رؤساؤها دكتاتوريون يتكلمون عن حرية التعبير. هؤلاء اختلط عليهم الأمر فأصبح سيانة عندهم التعبير والتبعير. يا نبيل، يا نبيل، هل تعرف هذه الدولة الغنية وشعبها الفقير؟ اطلب من سياسيها ومسؤوليها الفرق بين البعرة والبعير. دولة غنية وشعبها فقير، دولة غنية وشعبها فقير. غيروا القوانين وحتى الأعراف والدساتير. الكرسي لهم، فالأمر لا يحتمل التأخير. الكرسي لهم فالأمر لا يحتمل التأخير. يا نبيل، يا نبيل، هل أكمل أم أسكت للأبد لأنني تلقيت التحذير؟ يا إخواني، أنا مجرد زوالي، لست ذاك الشرير. أصبحت أهدد من وضيع كلب حقير. جوابي لكل جبان يهددني، إنني أخشى الله القدير. فأنا ابن الجزائر وابن المجاهد صانع التحرير. أنا الوفي، أنا الوفي لقيم الإسلام ولميثاق نوفمبر التطهير. والسلام عليكم.